مطلوب مثل القبض عليه، لكن التعيين شاب رضيع بمرتب 150 متفرغ ويجيد لغتين، والمهنة اللي هيتعين فيها المحظوظ بعد ما ينجح في امتحانين مساعد طباخ. العنوان فيلا نشوى هانم حدائق حلوان. كل دول جايين عشان الامتحان؟ لا، اكيد واحد فيهم هينجح في الامتحان وهيتعين، يبقى دوما الغلبان هيترفض. مش عارفه اعمل ايه، بس انا هساعده في الامتحانات، هخليه هو اللي يعمل البيت وهو اللي يمتحنهم. ولا من شاف ولا من دري. اتفضلوا. جايين عشان الامتحان. عشان الامتحان. ايوه. طب دقيقه واحده، انا لكم البهوات اللي تمتحنكم. ثانيه واحده. جايين جاهزين على الامتحانات، شفوي وتحريري في اي لغات. جايين جاهزين على الامتحانات، شفوي وتحريري في اي لغات. جايين جاهزين على الامتحانات، شفوي وتحريري في اي لغات. اي لغات. نعمل اصناف الاكل بشاب ما بيعرفوش غير البشوات. نعمل اصناف الاكل بشاب ما بيعرفوش غير البشوات. اصناف شرقية، اصناف غربية، اكلات صيفية وكمان شتوية. غير الاصناف المقلية والمحشية والمشوية. جايين جاهزين على الامتحانات، شفوي وتحريري بأي لغات. جايين جاهزين على الامتحانات، شفوي وتحريري بأي لغات. جايين جاهزين على الامتحانات، شفوي وتحريري بأي لغات. أي لغات. أي لغات. شرفتوا الفيلا يا جماعة. أهلا أهلا. جايين في ميعادكم بالساعة. لا كمان إلا ملقى شوياكم ولاعة. طبعا تلقى. ما اكدبش عليكم يا جماعة إلا الكذبة. أنا راجل صعب، لا أحب أهزر ولا أحب اللعب، وأحب أكشر، والهانم أصعب بقى مني. كلكوا سامعين؟ جايين جاهزين على الامتحانات، شفوي وتحريري بأي لغات. جايين جاهزين على الامتحانات، شفوي وتحريري بأي لغات. نعمل أصناف الأكل بشك ما بيعرفوش غير البشوات. غير البشوات. غير البشوات. Thank you.
الامتحانات هتكون عملي وانا اللي هدوب هي اللي تدوب عمايلكم واتمنى واملي ترفعوا راسي فوق ترفعوا راسي فوق عايزين طبقين من بيض مقلي وشه محروق وطبق تالت لحمه جملي مهري ومسلوق عايزين طبقين من بيض مقلي وشه محروق وطبق تالت لحمه جملي مهري ومسلوق انت عملي عملي انت عملي عملي انت عملي عملي انت جاهزين ورونا باب المطبخ فين حضروا في سؤال والتاني هنكون جهزنا لكم طبقين في طاسات وحلل وصواني بعدين زي ما تحبوا انتوا الاتنين اي مطالب احنا موافقين زي ما تحبوا انتوا الاتنين اي مطالب احنا موافقين بصراحة كده وصراحتي مرة انا عندي العبرة بشهادتي الخبرة وتكون ممضية من مطعم برة قضينا أحلى الليالي نوضى بالسلفين لحد ما اشتهرنا ولا ميدان رمسيس وجينا لما قرينا إعلانكم في الأوتوبيس معنى كلامكم إنكم راجعين؟ لا مش راجعين انتوا مين وجايين لي منين شياطين ولا بني ادمين انا مش واخد اي مساعد اتفضلوا ما احناش عايزين مش عايزين مش عايزين طب خد انا فين انا كنت هنا الحمد لله سابوني حاجه اي نعم مسكوني هزقوني وضربوني ومسحوا بيا الارض لكن انتصرت عليهم ما خليتش فيهم اي حد ياخد وظيفتي ما حدش فيهم نجح عشان ياخد وظيفتي انا مساعد طباخ بتاعت الفيلا دي وعايزين يرفدوني هو رستم رئيس الطباخين اللي مسمي نفسه رئيس الطباخين ما فيش طباخين غير انا اكونش انا طباخين ومش واخد بالي هو اللي قال للست هانم اعملي اعلان وجيبي حد تاني غيري عشان انا غبي يقول علي انا غبي عمري ما كنت غبي ولا هكون غبي ابدا هو اللي مطلع علي الاشاعه دي اي نعم كل شويه يقول لي يا غبي انا اقول له نعم الله طب انا بقول له نعم ليه ده حتى ساعات يمسكني يقول لي يا غبي اقول له نعم لا من السعادة من اللحظة دي مهما قال يا غبي مش هرد عليه ابدا يا غبي نعم ايوه استاذ رستو انت فين يا ولد يا غبي لا انا مش هنا يا استاذ انا يا لهوي انت جاي من هنا اعمل ايه يا لهوي انا مش هنا فين الولد الغبي ده؟ ايه يعني يقول انا مش هنا؟ ازاي انا سامعه دلوقتي وهو هنا ويقول انا مش هنا؟ راح فين الغبي ده؟ راح ما شاء الله شيء جميل
بقول لك انت فين؟ تقول لي انا مش هنا وانت هنا. يعني عايزني انا اللي اجي لك؟ لا لا مش قصدي يا استاذ. ايه مش قصدك يعني؟ اصل كنت بقى... ايه هتلف وتحاورني؟ لا ما... ولد نعم اقعد. ايوه يا استاذ. طب هدي اعصابك ليه تتنرفز؟ الحكايه مش مستحمله ولا مستاهله. انت عارف سيادتك اما كنت بتناديني سيادتك كنت فين؟ كنت هناك. كويس قوي. انا كنت فين؟ كنت هنا بالراحه كده. سيادتك دلوقتي فين؟ هنا. احنا الاثنين فين؟ هنا. ايه اللي يوديني هناك بقى؟ حلوه. لا حلوه هاني. نعم. ايه اللي انت عامله ده؟ ايوه انت بتخدم على البحر. ايه يا ولد ده؟ ايوه استاذ. فين البنطلون؟ لا 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 كناته لقيت حته. ها هو المشكلة في مشكلة البنطلون؟ مشكلة مشكلتي أنا. ليه بترفضوني؟ أنت بترفضني ليه؟ عايز ترفضني ليه؟ يا دوما مش أنا اللي رفضتك. أمال مين يا أستاذ؟ ست هانم هي اللي رفضتك. ست هانم؟ طبعاً. يا سلام. لأنها عايزة إنسان تعليمه تعليم عالي. تعليم عالي. زي حالاتي كده. آه. عايزة واحد مثقف. مين؟ مثقف. طب ما أنا مثقف. تصحيح. نعم. فين اللي جايين يمتحنوا؟ لا جايين اللي جايين يمتحنوا راحوا فين؟ ما جوش. ازاي؟ مواعيد الطباخين مظبوطه. لازم يجوا بسرعه. ما فين؟ انا ادور عليهم. الطباخين راحوا فين؟ الطباخين فين؟ انيسه. 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 انت يا انيسه. ما فيش حد هيقدر ياخد وظيفتي. اي حد هيجي هضربه. حكفتك. انا حد تاني جاي هضرب اي حد. اي حد. غريبة قوي. انت يا اخويا انت. انت ايه داخل بيتكم وكان من غير بواب؟ امشي يلا بره. امشي يلا. بس يلا انت يلا انت يلا. ما تزعقش يلا انت. لا ازعق. انا لسه فتح قرن واحد بره. ادي انت اهو. بسيطة. اطلع اقفله. طب تزعق في مين يا اطبش انت؟ فيك انت يلا انت. انت مش عارف انا مين يا ابن انت؟ انت مين يلا انت؟ انا سعيد مبارك يا غابي. يا ايه؟ يا غابي. ايش عرف؟ حكاية دي باينة عليا قوي. يا ابني ده انت بتنضح غباوة طول ما انت واقف. مالك قصير كده ليه؟ مخبي بقيتك في الشراب؟ انت تعرف رستم؟ مين رستم ده يا يبقى ما تعرفوش. لا مين رستم؟ لا ابدا. رسم ده حتة الطباخ اللي بيشتغل عندنا. طباخ كده وانا المساعد بتاعه. طباخ؟ اه. يعني هيكون في لجنة الطبيخ اللي هتمتحنا؟ ده هو اللجنة يابا كلها. طب بقول لك ايه؟ نعم. ما توصفهولي عشان اما اشوفه اسمن غزالته واروقه يعني. هو انت عايزه ليه؟ انا جاي عشان امتحان الطبيخ اللي انتوا عاملينه. الله ده انت جاي بقى تمتحن. اه. وتثبت. اه. وتنجح. طبعا. وتقبض. اه طبعا. ويكروش الواد اللي شغال هنا بقاله 5 سنين. يكرشوه يا ابني. انا مالي ما اروح في 60 داهية. انا يلا مالي. يا عم هو بتاعنا. انا عارف يا جدع. يلا هو يعني انا. انا واخد بالي. ولا انا يعني. انا مش فاهم. انا عارف. ده انا هخدمك خدمة. يا سلام. خدمة. خدمة انسانية. انت راجل طيب ومجدع. ايه يا ابني الكمبليزون اللي انت لابسه؟ ايه حلو؟ اه. انا جايبه من لندن. قول لي رستم ده ايه بالظبط بقى؟ اه رسم؟ اه. ده رسم ده يعني هو اللي هيمتحنك. ايوه. فعشان تعرفوا بقى من بين الممتحنين كلهم. اه. هو مفيش حد غيره اللي هيمتحنك. اه. حتة حاجة كده منشية. اه. واخد بالك؟ اه. هتقولي منشي ازاي؟ هو كل يوم الصبح يحب يشرب اللبن. اه. يجيب ازازة لبن كده من بالليل، انا اصحى قبل منه اشربها. ايوه. واروح حاطط بدلها نشا. يا ولد. هو يصحى يشرب ايه؟ يشرب النشا. يمشي في الشمس في الجنينه يحصل له ايه؟ يقشر. يشرب نشا يمشي في الشمس يقشر. امال ازاي؟ يتنشى. اه ينشف يتجمد. يبقى منشى. ايوه ايوه. هيهل عليك كده بقى منشي. ايوه. اول ما يهل عليك سكه. اول ما هتسكه هينجحك. قوي قوي. انا ورايا حاجه اجيب مفتاح يل قد كده واسكه واقرط خالص كده عليه وازمت قوي كده. مفتاح ايه؟ مفتاح يل بقى قد كده. هو باب قدامك؟ ازاي يعني؟ ده بني ادم اول ما يهل عليك سكه على قفاه يابا على قفاه.
هقولك وخلي بالك بس يعني ما تنسانيش. اشوفك انا في الحلويات. ده انا هساعدك مساعدة. الله يخليك انت جدع قوي. يا رب اجعلنا نصيب في الشغلانه دي. يا رب. مين اللي عايز الاستاذ رستم؟ ابي انا بي. انت ابي هتبقى مين؟ انا سعيد مبارك يا متر، جاي عشان امتحان الطبيخ اللي انتوا عاملينه. جاي تمتحن عندي وتندهلي من جوه؟ تخرع كده ليه؟ فاش حاجه يا متر يعني، وانا انا عارف طريق المطبخ. انت تيجي من المطبخ انا اجي من الجنينه، نتقابل في الصاله، حلوين مع بعض يعني مفيش اي حاجه. حلوين مع بعض مفيش اي حاجه. مفيش فرق يعني يا متر. مفيش فرق. اه مادام مفيش فرق يبقى مفيش شغل. نعم. لحقت وطبخت الطبخه من بدري. طبخه؟ اه. تجيب سيره الطبيخ هنا؟ هتقلب معايا في الكلام؟ انا بنبهك يعني ان الطبيخ مش اصول في الامتحانات. ايه انت اللي تنبهني؟ ايه ده خرع كده؟ ايه اللي تنبهني يا ولد؟ شايفني ايه، برياله ولا مذهول؟ مذهول. ايوه مذهول. اسمها مذهول. ايوه مذهول. اسمها مزهول. متر طويل عريض زيك لازم يعرف يشكل الكلام. مزهول. انت مزهول على عينك باين عليه. انت باين عليك لبط قوي، ده انا هلبك بجد بقى. انا مش عايز برطمه. اتفضل. شوف عيا ما تجيش الا بالعين الحمراء. كشيت فيه يا باي علم جبنات. اتفضل. ايه ده؟ ايه بيه؟ ايه ده؟ يا بيه في ايه؟ انا بقول اتفضل وريني عرض كتافك. اوي اوي انا ورايا حاجه. ايه ايه؟ وريني عرض قفاك. جيت في التقيله يعني؟ وانا هحلقلك. انا مش فاهم يعني، هو ده كشف هيئه؟ لا ده اسمه طرد. ايه ده بترجع الشريط؟ مش عيب تطرد ضيف من بيتك برضو يا محترم؟ هتعلمني العيب واللي مش عيب؟ لا بقى انا هلبك وهشكمك وهلبك زي الشراب. ولد انت يا ولد. نعم. ده انا اللي همتحنك. اه صحيح. اعتذر بسرعه. انا اسف ليه. لا 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 انت كرامتي. كرامة عندي زي الملح في الأكل، هي اللي بتدي للبني آدم طعم. أيوة بيه، بس أنا ما جيتش ناحية حدقك خالص يعني. حد إيه؟ أنا مال أنا، أنت مملح مسكر ملحك زايد، ماليش دعوة. وأنا بيه أنا آسف وعملنا شويتين. وأنا آسف أنا كمان. خلاص بقى متر برا، عشان بس أنا محتاج للوظيفة. آسف برا. وسامح كريم بقى. آسف برا. خلاص بقى عشان تبقى أنت المتر وأنا المساعد بتاع المتر ونظايا. سيب الدين. إيه ده هتقعد تلعب الحبل؟ خلاص بقى يا متر بقى. ايه قلت لك بره؟ اما انت هتستنطع باين عليك. استنطع؟ باين عليك كده هتستنطع. انت ايه يا راجل انت؟ ايه ايه صنفك ايه؟ جبله؟ ايه 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 ده؟ واحده ست؟ اه واحده ست. وباني هلبك بجد بقى، عشان شكلك ما يجيش غير بالتهديد. انسة انا ما بضربش بنات. شوف انا هشتغل هنا يعني هشتغل هنا. اول ما هخش المطبخ هتطلع انت مع صفيحه الزباله. انا يتقلي زباله؟ ولو طولت في الكلام هجيب لك جوزي يشويك على البوتاجاز. بس شروط ما فيهاش جواز وانت متجوزه. قصدي يا اخويا. ايه يا اخوك؟ ايه ده مش عاجبك اخويا؟ لا مش عاجبني اخوك. ده ما يرضاش شغالك عنده تسلك له سناني. انا اسلك سنان اخوكي؟ انا اسلك سنان اخوكي؟ ليه قالوا لك عليا سباك؟ انت الطول. ايه ده؟ ده معاه شهادة فلسفة قد كده يا ابني. ولعينك بقى انا جاية هنا من وراه وسايبه له ورقة كاتبه له فيها العنوان وزمانه جاي يطين عيشتك. يطين عيشتي انا بقى؟ لا لا يطين عيشتي انا الاول عشان جيت اشتغلت من وراه. اهو كده تعيد لي. وبعدين يطين عيشتك. لا اسحبي دي بقى احسن حضرتك. اهلا وسهلا. اجري اندهلي الهانم بقى، عايز امضي العقد قبل ممتاز ما يجي قفاشي. اصحي لك الست هانم؟ اه. عايز انا اصحي الست هانم قبل ميعادها بساعتين؟ انت ايه عايزه تودينا في داهيه؟ شفت بقى انك ما عندكش شخصيه وانك لا تقدر تحل ولا تربط في البيت ده؟ انا يا ابني لو منك استقيل. لا انا مش هستقيل، انا هصحي لك الست هانم واتفرج عليك وانت بتطردي بره. ايه ما تعتصيش هنا يا انسه. اتفضلي اقعدي عندك. اقعدي عندك. ايوه على الكنبه جنب الجورنيطه بتاعتك دي. ايوه اقعدي هنا انا كلامي يتسمع. طب هقعد هنا. ايوه اقعدي هناك انا كلامي يتسمع. امشي. يرحمكم الله. ايه البيت الله ده؟ واحد من ساعة ما جينا عمال يتخانق مع العالم. بس انا بقى هشتغل هنا يعني هشتغل هنا.
حتة فيلا يا حبيبي. ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ بطاطينا على الحيطة والحيفة على الأرض يا حبيبي. ايه ده؟ الطرابزين الجميل ده؟ قلل قلل حب القلل أحلى حاجة في اللبها. مين؟ الرئيس متقل؟ امال فين بتاعت المنجد اللي بتعمل بيها دي؟ في ايه؟ نعم؟ ده هو السلم ده وان واي وانا مش واخده بالي. مين اللي عطس هنا من شويه؟ معنى انا منع العطس منع علمك وبعد انا سامع هو بيقول الراجل عازل بيقول بس. ايه يا كابتن في ايه بس؟ يعني انت لو ريحتني في ولا نفس. ايه بس في ايه دي؟ قولي لي. نعم. عماله تتمشي رايحه جايه في الفيلا من غير لا احم ولا دستور. ليه؟ زعلاك يا طب احم دستور يعني. اتكلمي. بعين الفيلا. بتعين الفيلا ليه؟ اصل انا اتعينت مساعده الطباخ الجديده. انت اللي اتعينتي؟ أه؟ مش ممكن. ليه؟ لان المطلوب راجل مش واحده ست. لا فوتي دي بقى. مع ان الست هانم متعقده من الرجاله. نعم. يا خبر انا قلت حاجه؟ ايه اللي قلتيه في الموقعه اللي هناك دي دلوقتي؟ ولا حاجه. قلت الست هانم متعقده من الرجاله، وانا لما اشوفها هقول لها انك قلتي عليها متعقده من الرجاله. لو ما قلتليش هي متعقده من الرجاله ليه؟ حكيم انا بقى خباصه. احنا ما بنشغلش هنا خباصين. طب ما انت فتانه. انا الخباصه ارحم من الفتانه. يعني ايه؟ محظين انك بتكلمي مديره الفيلا. ولو لو ما قلتليش هي متعقده من الرجاله ليه ورستيني هقول لها كل الكلام اللي قلتيه هنا ده. قلت انها تخينه وفي شله ومرات العسكري ومناخيرها ملزوقه في قفاها. انا قلت كده؟ قاعده النظر اللي السائله كده دلوقتي مفتريه. اخ عيب ان انا مخلصه اللي في قلبي على لساني ما اعرفش اخبي حاجه ابدا، وده اللي معنسني لغايه دلوقتي. اصل انا اول ما اشوف حد احبه ارتاح له افتح له قلبي على طول. فانا بقى حبيتك. مالها عامله كده ليه يعني؟ ايه هتنمي بس؟ هو نمامه عارفه انا شوهاني متعقده من الرجاله ليه؟ ليه؟ بسبب الراجل اللي كانت متجوزاه وطلقه. يا حول الله. يا لو كانت كبيره شويه ايام ما اتجوزته ما كانش غلبها الغلب ده كله. يا اختي اسكتي علينا يا اختي وعلى خيبه نيشان. انتي قطعت على الرجاله من يوم وفي سيبيني الطم شويه. سيبيني. ما تقوليش اسكتي اسكتي اسكتي. طيب اهو كتمت. ده بهدلها وبهدل مالها وبهدل جمالها. مش بقولك؟ امال انا مش راضيه اتجوز لحد دلوقتي ليه؟ انت مش راضيه تتجوزي؟ قال يعني انت اللي رافضه. عارفه انت لو غيرتي انك تلعبي حديد ولعبتي بيلي مسافات طويله هتجيبي. عارفه انا شوهاني بقالها قد ايه لا بتكلم حد ولا بتقابل حد؟ قد ايه؟ بقالها 5 سنين اتعقدت من الرجاله والفلوس والجواز والناس. 5 سنين ما بتكلمش حد ولا بتقابل حد؟ ابدا. قصدك يعني انها مش نازله تقابلني؟ مش ممكن. ما حدش يقدر يصحيها قبل ميعادها بثانيه واحده. يا واد انت اللي ظابط المواعيد بالثانيه. رستم طلع صحيها من شويه. انت متاكده يا انسه؟ لسه طالع اهو. يبقى هتطربانه على دماغ رستم وعلى دماغك. ليه طالع؟ وعلى دماغي انا شخصيا. ايوه ما انت لو قلت لي ما ايوه ما هو علينا اسمها سعيده يا جدع عشان احنا صديق. لا 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 انت لا دي واحده ست انسه اسمها سعيده. يا سيدي مفيش الاسم ده. ليه كده بس؟ يا لهوي ممتاز جوزي ممتاز جوزي. اشوف بنفسي دلوقتي نفس العنوان ويقولوا لي مش هنا. حاجة غريبة. سعيدة سعيدة الله يا أهل البيت. إيه ده؟ أول مرة في حياتي أشوف بيت فيه كوبري علوي. وجاي البيت فاضي ولا إيه؟ يا سعيدة سعيدة مفيش حد في الباب ده يا ناس ال... أهلا سعيدة سعيدة عليك. ما
ما تزعقش بقى ممتاز يشوفنا يجي يخرب بيتنا دلوقتي اقعد ساكت واحد اسمها سعيده من فضلك لا مفيش تعالي رجعت الورقه اللي كاتباها لي في البيت وبتقولي انك جايه هنا ثم ازاي تسيبيني نايم وتيجي من ورايا يا سعيده في زوجه محترمه تعمل كده قدامي على البيت يلا لا انا مش هروح معاك البيت يا ممتاز اما بعرفش اكلمك في البيت امك تخينه قوي يا ممتاز طول النهار قاعده على نفسي نتكلم هنا نتكلم هنا وناسينا ذنبهم ايه يا سعيده بقى جات اشتغلي طباخه في بيوت الناس يا سعيده وانت عمرك في حياتك ما عملتي لي طبخه من غير ما الجيران من عندهم المطافي كل طبخه بحريها وجات اشتغلي لي طباخه لا طب انا مالك ايه ما هو مطبخ امك هو اللي دايق وامك عينها وحشه قوي يا ممتاز بقى كل ما اعمل اكله تخش تنقر الحله الاكل يشيل ده ولا في المطبخ ولا في امي اظن ليه يا سعيده انا انسى امك جبت لي كوس فراخ وانت حمرتيهم بريشهم ولما اقول لك ايه اللي عملتيه ده يا سعيده تقول لي اوه سوري ممتاز نسيت احلق لهم بيحلقوا للفراخ يا سعيده ها في مرات فيلسوف زي سيب جوزها نايم يتفلسف وتيجي من وراها تشتغل في بيوت الناس وتشتغلي مساعده طباخه شفت انت قلت ايه بقى ايه النايم يتفلسف ما انت طول النهار نايم تتفلسف انت لو بتصحى من النوم ما كنتش جيت من وراه وانا نايم بكيفي يا سعيده ولا عينيا بتشوف النوم خالص ما انت عارفه مشكلتي اللي مقرطها عليا حياتي ايه انا طول الليل نايم صاحي ليه طول الليل حاطط رجل على رجل وعينيا مفاجله وضربه في السقف وعمال افكر في المشكله اللي ماليه عليا حياتي مشكله ايه مشكله لو رحت في النوم اصحى من النوم ازاي ولما اصحى اعمل ايه بقول اديني متفرغ لتاليف الكتاب الجديد بتاع اللي اسمه انا والجنيه من فينا الخدام ومن فينا البيه مين اللي بيشتغل عند التاني يا سلام هتقضي طول عمرك في الفلسفه دي عشان في الاخر تسال السؤال ده مين فينا اللي بيتحكم في التاني الجنيه ولا البيه طبعا الجنيه اللي بيتحكم يعني ما انت اصلك ماديه ليه؟ طول عمرك ماديه وده الخلاف اللي بيني وبينك تموتي في القرش انت سبب تاخري من يوم ما اتجوزتك يا سعيده انا انت ايوه انا ايوه ما تجريش لا بقى مش كل تهمه تلقحها عليا وتجري انت انت اللي ما انتش عارف تثبت في شغلانه من ساعه ما اتخرجت انت اللي كل شغلانه تقعد فيها شهر واحد وتستقيل وتيجي تقول لي ايه المدير ده مرتشي المدير ده بتاع فلوس المدير ده عايز يشتري مبادئ ما اعرفش ايه في حد في الدنيا يعمل عملتك الاخرانيه دي يا ممتاز حد في الدنيا يا رب يرفد نفسه من الشغل عشان مناخير المدير ليها فتحه اكبر من فتحه شاما انت مالك انت مالي الا مالي ازاي يا سعيده منظر كنت بشوفه كل يوم ثم دي في الاصل مساله ذوق مساله هارموني مساله سيمتريه اسكتي على الراجل الجديد المدير الجديد لما اتنقل عندنا وقالي له خش سلم على منخر بيه انا مش واخد خوان داخل الصبح فتحت الباب بقول له صباح الخير يا سعاده البيه وريحت مناخيره فرده وفرده اليمين واسعه وهو والشمال ضيقه وظلمه شفت المنظر ده قعدت اضحك قعد يسالني بتضحك ليه يا افندي من ادبي ما رضيتش اقول له بضحك ليه راح خصم لي بقيت كل ما اشوفه انا اضحك وهو يخصم لي بطلت اروح لمكتبه خالص قعدت في حتتي كافي غير شر غلس بقى السيد منخر بقى يجي لي لغايه عند المكتب يشوفني واشوف انا اشوفه اضحك هو يشوفني اضحك يتنرفز لما يتنرفز ينفخ لما ينفخ يا سعيده الفرده اليمين الواسعه تطلع هوا يطير الورق من على المكتب بقيت انا لم في الورق وهو يخصم صعب عليا يا سعيده فكرت احل له مشكلته ازاي هل اضيق له الواسعه ولا وسع له الضيقه ممكن جالي فكره كده اعمل له جلده لكن لقيتها فكره غير معقوله فاستقلت وديني متفرغ لتاليف الكتاب احسن كده احسن حاجه عملتها الحمد لله يلا يا شيخ بلا ما هي بلا وجع قلب انت عارف انت لو اتفرغت لتاليف الكتاب هناكل لوز لا 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 ولا فلوس بلا لا لا انا فاهم معنى كلامك ده له معنيين وانت لسه فاهمه ان السعاده في الفلوس يا سعيده امال السعاده في ايه بالتحديد يعني اخص عليكي السعاده في القناعه السعاده في الرضا السعادة انك تعملي عمل يسعد ناس حواليك ترسمي بسمة على شفايفهم اهو ده بقى كلام الكتب اللي هيضيعنا
هنبقى نجيب ورق الكتب ونقطعه سامبوكسة وناكله. طب استني استني، بالإضافة لمشروع الكتاب بوضب مشروع تاني عايز أخذ رأيك فيه. إيه؟ هشارك واحد مستثمر على 1000 كتكوت فيومي. لا. وعلى 500 بطة، 250 بمنقار و250 من غير منقار، وأنا منقارهم. يعني بطة صغير أربيه لغاية ما يكبر. إيه ده يا ممتاز؟ إيه رأيك؟ برافو عليك، أهو كده ريحت قلبي ريحت عينيا. عارف لو عملت كده هعمل فيك ايه؟ هسيب لك البيت وامشي، كفايه 300 جنيه مكافاه الشغل، رحت اشتريت لي بيهم سمك زينه. وقول لي يا بنتي يا سعيده بعد اسبوع هيبقوا مليون سمكه، ونبيع ونكسب، نبيع ونكسب. اصبح تاني يوم الاقي 3 سمكات مسلوقين في الحوض. هي غلطتي يا سعيده بس مش غلطه جامده. الدنيا كانت برد، لقيت السمك عمال يتكتك جوه الحوض، عمال يعمل كده يتكتك من البرد. سلام عليا السمك عمال يعمل كده. سيب عليا، فكرت احلله مشكلته ازاي، عملت وصله من السخان على الحوض هو بالسلو. ثم ما تنسيش يا سعيده ان احنا اتعشينا بالسمك ده. يعني انت هتفكرني احلى عشوه في التاريخ، نزلت جبتلي عدسه مكبره وقعدت 8 ساعات ادور على السمكه في الطبق وانا باكل. نمنم جايب لي نمنم. سعيدة بلاش الإحباط اللي بتعملهولي في حياتي. ثم أنت عارفة مبدأي في الحياة، أنا مبدأي في الحياة أنا أجرب، إذا أنا موجود طول ما أنا بجرب حاسس بكهان. هتجرب كتير يا ممتاز. لغاية ما استقر، لغاية ما لقي فرصتي يا سعيدة في الحياة. طب أنا كمان بقى يا حبيبي عايز استقر، يعني عايز اعيش في بيت زي الناس كلها كده عايشين في بيت بتاعهم، مش بتاع ام مراتهم ولا ام جوزهم. يعني شقه 4 اوض مفروشين موكيت، ورق حيطه، تلفزيون ملون. الشقه اللي انت مقعدنا فيها صغيره قوي يا ممتاز، اوضه وصاله يا ممتاز، امك تخينه قوي يا ممتاز. عايز اركب 128 معدل لحد ما نجيب البويك ويبقى عندي مطبخ بقفيه. ايه ده يا سعيده؟ على كده انت عايزه فلوس؟ طبعا فلوس كتير. طبعا. وعايزه مطبخ بقفيس؟ ده بالتاكيد. ما قلتليش ليه من زمان عشان اقولك مفيش. سعيده احلامي احلام متواضعه تقدري تحققيها. ايوه بس انت كمان حاول تشغل دماغك. انا بعمل مشروع وبعمل كتاب، يعني هعمل ايه؟ بس كل مشاريعك دي ما جابت فلوس، كل ما بقيت عبقري بجد. انا شخصيا يا عم هشتغل هنا. ايه ده؟ شارين شباب مساعد طباخ قدامي. ليه جاري قدامي؟ ليه بقى مساعد طباخ؟ ما عنديش كرامه ولا ايه؟ ليه مساعد طباخ ب 150 جنيه ولا لما يكون 1000 جنيه؟ انا مراتي اشتغل مساعد الطباخ خلاص. انا ما دام محموق قوي كده ومش عاوزني اشتغل، اشتغل انت. انت كان انت مؤكد كان انت انا الفيلسوف اشتغل طباخ. فيلسوف شحات لكن طباخ ب 150 جنيه لما يكون مليار. ليه بقى شروط الطبيخ منطبق عليه كلها؟ ايه بقى شروط؟ هو في شروط في الطبيخ؟ ايوه في شروط في الاعلان بتاعت الطبيخ. ايه دي بقى؟ انت مش طويل اهو يا 180 سنتي. طب وايه علاقه الطول بالطبيخ؟ هيقطفوا مني ويخرطوا؟ مش فاهم يعني. مش معاك شهاده جامعيه وتتكلم لغتين؟ وايه علاقه اللغات بالطبيخ يا سعيده؟ هخرط الملوخيه باللغه الفرنسيه؟ ثم ان بقى عينيك واسعه ومفنجله حسب الاعلان. سعيده افهميني، بعد ما اقضي حياتي بين الكتب والمراجع العلميه البس زعبوط وامع في باميه؟ والله بقى البني ادم باللي في جيبه مش باللي في دماغه، دي الفلسفه الحديثه اللي سيادتك ما درستهاش. وكرامتي، كرامتي العلميه ومركزي الادبي بين زملائي واقراني العلماء. لا معلش بقى، المركز الادبي مش مهم دلوقتي، شبعنا مركز ادبي، المهم المركز المالي اللي هناكل من وراه. وبعدين كرامتك العلميه مش مشكله قوي، لو تعباك شيلها في الفريزر لحد ما تخلص طبيخ. انت يا الفاظك سخيه، اتفضلي قدامي. لا مش همشي. ارجوك اتفضلي. لا امتحن مكاني. وانا افهم ايه في الطبيخ عشان امتحن مكانك؟ انت مش من ساعه ما اتجوزتني واقف على ايدي في المطبخ يا ممتاز؟ اتعلمت ايه من ساعتها؟ هتعلم ايه يعني؟ اتعلمت كيف تحرق الطبيخ بدون معلم. اتعلم ايه من وراك؟ يعني لازم تجرسني في كل حته. سعيده لا اسمع بس. إيه؟ انت مش بتقول انا اجرب اذا انا موجود؟ ايوه ده مبدأ في الحياه. عظيم جدا طبعا. يعني التجربه دي شيء معرض للفشل. أيوة. معرض للنجاح طبيعي، والامتحان برضو معرض للفشل. أيوة. معرض للنجاح، يمكن تنجح. طب ما انا برضو يمكن اسقط وتيجي بقى مع العمي طبط وتنجح. ها اسمع. أيوة. هتاكل وتنام
ايام ببلاش واول كل شهر يا ابني 150 جنيه 150 جنيه بعدين تيجي يوم الاجازه بقى الجميل ايوه تجي لنا امك في البيت بقى أيوه. وتجيب لي معاكي الزنبيل الزنبيل ده يا سعيده في كتاب جديد طلع اسمه الزنبيل في كتاب في الدنيا اسمه الزنبيل ممكن الزنبيل ده حاجه ما يستغناش عنها اي طباخ كل طباخ عنده زنبيل أيوه. يجي يوم الاجازه بقى ويجيب الزنبيل أيوه. ويهف بقى بن سكر شاي لحمه مهلبه بطاطس سمنه رز كله في الزنبيل وعليه انت مش بتشوف الاعلانات بتاعه الطبخ اللي في المجلات ايوه ايوه مش بيبقى الطباخ لابس البتاع الجميله البودره الجميله اه هو فش ابيض كبير كده أيوة. ايه بقى يعني منفوخ هوا بقى ده ولا ازاي يعني طالع كده فوق كده ازاي يعني عارف منين رقات يا ابني شوربه سمنه ملوخيه سكر يا سلام هو ده الزنبيل لا اطمئني يا سعيده شوف انا طول ايه هفصلك زنبيل طولي صدقتي قدام النار انا ارفض يا سعيده اسمع بس 150 جنيه في 12 شهر في السنه بكام 150 انت اللي بلي في الحساب وانا 1800 جنيه لما نحوشهم أيوة. ونشتري بيهم حبه دهب مكسور كده وتسعيره الدهب في المجنون طالع على طول بعد 10 سنين نبيعهم يجيبوا لنا 180000 جنيه لا 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 انت كل افكار فنيه وانا رافض الماده بتاعتك دي طب تعالى سعيده عايز اقول لك حاجه افتكريها كويس نعم اللي بيتنازل عن مبادئه مره ما بيعرفش يرجع تاني خلاص بيتوه في الزحام هو اول تنازل وبعد كده بينسى نفسه ما تضغطيش عليا يا سعيده تتنازل عن مبادئك تتوه في الزحام طب اتنازل مره انا هبعمل لك نداء انساني سعيده انت بس اقعد بس ما تستغليش حكايه المبدأ بالدرجه دي وظروفي وان انا يعني بحبك اقعد بس يا اخي اقعد انا بص يا سعيده بس انا افهم ايه في الطبيخ بس مش مهم لو سالوك اسئله الطبيخ ترد المعلومات العاديه اللي احنا عارفينها كلنا طب خلاص اطمني هرد اجابات ما حصلتش بس لو قالوا لك بقى انت متجوز ولا عازب تقول ايه بالمناسبه اقول ايه تقول عازب عازب الشرط انك تكون عازب عارف. لو نجحت في الامتحان وما رجعتليش عند امك هعرف ان انت نجحت بقى هاجي بقى اقدم طلب ان انا اشتغل مساعده طباخه وانت تنجحني بقى ممتاز واطبخ لك في السر ولا من شيف ولا من دير يا عمليه الغش داخليه لا ابدا ولا حاجه المهم يا ممتاز قبل ما امشي احب اقول لك حكمه بليغه جدا تحطها حلقه في ودنك حكمه بليغه جدا قالها سقراط قبل ما يموت ايه ده سعيده نعم انت بتقري سقراط طبعا كل اشعار سقراط قرياها يعني قال حكمه بليغه جدا يا ممتاز ايوه قال ايه قال لك الفلوس الفلوس كل شيء يجي بالفلوس سقراط سقراط ولا شكوكو يا مفترية سقراط العظيم يقول الفلوس الفلوس بهدلت الراجل طبعا لو انت مش عاجبك المبادئ بتاعتي مش كده انت خليك في الفلسفة اللي هتشحتنا دي انما انا بقى ده مبدئي كل شيء بيجي بالفلوس ما تضغطيش عليا يا سعيد قر انت بس في الحكمة دي لحد ما ارجع لك تاني او ترجع لي ما تكسفنيش في الامتحان بقى باي باي يا ممتاز تضغط عليا البنت دي عشان بس ما كنتش بحبها وفين وفين سؤال في الملوخيه النشفه ولا الخضرة بلاش الملوخيه مش هجاوب انا في الملوخيه يعني الملوخيه في البنت الملوخيه والا فلا ده عندي قوي يا ايوه عندي انا عندي اموت في العندي وانا دماغي صلب وزي الصخره وانا احب الصلب والصخره خلاص اصخر لك كل الاشياء الملوخيه دي بلحمه ولا ارديح بالارانب ارانب ارانب وانا يهمني لما يجيبوا الارانب ويخرطوها بعدين يمسكوا الملوخيه يذبحوها بعدين يجوا في الحله ويحطوها يحصل ايه بالشباك ويرموها اتمكن يلا الاسئله الثانيه كسفتوني الجمبري ماله جمبري ليه سموا الجمبري جمبري وما سموهوش بعجري يا ولا يا ولا طب ممكن لمحة تاريخية ايوه مين اللي اطلقوا عليه هذا الاسم نعم تاريخيا مين اللي سموه ايه مين اللي سماه رستم نعم رستم رد على رد على ايه مين اللي سماه مين اللي سماه ايه والله ما سميته سمى ايه زي ما قلت ساعتك ده متخلف لا لا انا اجاوب ساعتك هما سموه جمبري لانه مجمبر اسم الله عليك اسم الله انما لو كان مباجر كان سموه باجري والسلام عليكم ورحمه الله انك متمكن متمكن شفت يا رستم في اجوبه انبه من ده اتفضل يا رستم
روح المطبخ وما تجيش الا لما انا انادي لك، فاهم؟ وانه متمكن جدا. كيف استطالت؟ تسمح لي اسالك شويه اسئله؟ اتفضلي. شهادتك الأصلية إيه؟ أنا لسانس أداب قسم فلسفة. يعني لسانس أداب قسم؟ هيطلع فيلسوف. مين هارم اللي بتقول عليه؟ لا لا أبداً، ما تاخدش على كلامي. أنا ساعات أما أكون سعيدة ومبسوطة بقول حاجات على جنب كده. على أمر سعادتك يا فندم. وريني وشك كده. في حاجة؟ بسم الله ما شاء الله، ولا حولة ولا قوة إلا بالله. عينيك مفنجلة وقد طبق الفنجان اللي أنا بشرب فيه قهوتي الصبح. انا ما بحسدش. الاحتياط واجب برضه، الواحد ما يضمنش خوف الزمان ده. طولك فارع والعوذ بالله. ايه فعلك ونخل مزرعين في العيله كبير قوي طويل؟ انت طويل قوي يا ست هانم. ايه علاقه النخل بالطويل بالطبيخ يا فندم؟ دي كل الحاجات دي على جنب كده. على جنب. انا اسمي نشوى. ممتاز يا فندم. اسمك ممتاز. أيوة. ممتاز، انت نجحت خلاص. يا سلام. خلاص يا سلام. ايوه مرحبا السيد وزير التعليم العالي. ممتاز، انت نجحت يبقى خلاص. أوراً. لا لا لا، ما كانش حد غلب. لعلمك لمحه عني بقى. انا عندي في مساله النجاح والسقوط. انا انجح بمزاجي واسقط بمزاجي. انا قعدت اسقط 14 سنه في الكليه في سنه واحده بمزاجي، لدرجه العميد بتاعنا كان بيغير مني لان انا كنت اقدم منه في الكليه. بكل بساطه ممتاز انت نجح. اسمع يا استاذ ممتاز، انا شايفك عصبي شويه. انا في النجاح يعني. طيب ممكن تهدي نفسك مع نشوى هانم شويه؟ انا لما اقول ناجح يعني ناجح. الطبيخ طبيخي والفلوس انا اللي هدفعها. وانت عارف لما بدفع فلوس بدي ماهيات جامده جدا، فلما اقول ناجح يعني ناجح. انت اصلك ما شفتنيش على الوش التاني. لا يا فندم، ما تخليش الزربونه تطلع. لا لا ارجوكي، خلي الزربونه مطرحها. خليها نايمه. خلي الزربونه نايمه. وانا بس دلوقتي اشكر سعادتك انك نجحتيني. دلوقتي بس فهمت معنى الجمبري وبعجري هم بتقول النخله وانك لمتمكن. قصدك ايه يا فندم؟ لا دي حاجه على جنب بقى. انا ما انا تحت. بقول لك انت ظريف جدا. الله يخليك. رستم رستم. افندم. بسرعه يا رستم. اطرده. اقعد وياه، مفيش طرد عندي. ما عنديش حد يطرد. اقعد وياه واحكي له حواديت. وشوفه يشرب ايه. انت اللي كنت بدور عليك من 5 سنين. يا سلام يا سلام على الدنيا. صحيح الحلو ما يكملش زي الوردة المفتحة، لكن عندها لا حول الله يا ربي نهايته بقى. تعالى تعالى. ايه في ايه حضرتك؟ اما احكي لك حواديت هحكي لك حكايه امنا الغوله. ترى الغوله ايه؟ كبر مخك بقى انت. بس كفايه انك نجحت ومبروك. ليه؟ من حظك السعيد انك هتشتغل المساعد بتاعك. المساعد بتاعك؟ طبعا. لا 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 لا، اسمح لي اقول لك حاجه. الاخ دوما طلع اجدع منك، ما تاخذنيش. ازاي بقى؟ لانه جه هنا وفهمني المساله، قال ان الست هنا ما عندها لطف فخدتها على قد على لطف. ايوه عايز. ده قليل ادب. ليه؟ ده عشان هو هيترفض وانت هتتعين مكانه. لا يا سيد رستم، لا هو هيترفض ولا انا هتعين مكانه. انا باي باي. باي باي. لا تعالى. انت بقيت عهد عليا زي الشوك والمعالق والسكاكين. تمام. عهدة؟ ايوه. بقى انا عهدة زي الحلل والشوك؟ ايوه. ما يصحش يا متر رستم. لا يصح. يا استاذ رستم في مساله لازم تفهمها. مش مهم. اسطى كبير زيك، اسطى مطبخ، ياخد صبي ما يفهمش حاجه في الطبيخ. ليه؟ طب جيت ليه؟ عشان اسقط. جاي تمتحن عشان تسقط؟ ظروف خاصة بيا معلش. فالح تشمت فيها الست هانم وتخليني احط قطرة وشيش مع الاخر الزمن. معلش انا غلطان. وانا هفوتها لك دي قدامي على المطبخ. بس اقعد معايا بس، انا ما بفهمش حاجة. بتطلق الارانب بالملوخية من الشباك وانا دافع ثمنهم من جيبي. غلطة غلطة مش هكررها. قدامي على المطبخ. يا استاذ رستم افهمني. هتلبس المريالة يعني هتلبس المريالة. افهمني، ما بقاش مخك كندوش بقى. شوف قلت لك هتخش المطبخ يعني هتخش المطبخ. لا واضح انك غبي. نعم. لما واحد زي ما يفهمش حاجه. نعم. مين بيقول يا غبي؟ ولد يا غبي. نعم.
هاتوا معايا المطبخ. شوف ان نتكلم هات حلة ونلبسه الحلة. لا لا مفيش داعي للعنف. الظاهر مش الهانم لوحدها، ده انتوا كلكم كده اتعديتوا ولا ايه؟ انا هاجي المطبخ والبس حلة وكل حاجة. تحت امركم. المطبخ ده مش فيه سواطير؟ ايه مش فيه سكاكين؟ ايه عشان عايز احلق داني بالسطور. وبالنسبة للحلة ايوه، ممكن تحط لي في الحلة نقطتين زيت؟ عشان ايه؟ عشان ما تلزقش في شعري. فين المطبخ؟ اتفضل بالراحة علي. اتفضل منك لله يا سعيد اللي جبتيني البيت كله. الحمد لله. فين المطبخ؟ كل حاجة في البيت على دماغي انا. رستم ودوما دوم ولا بيعملوا حاجة. يا رستم يا رستم مش معقول يا نشوى هان. ايه في ايه؟ حلو كده؟ قمر يا فندم فين الاستاذ اللي كان هنا؟ لا ده مشي. ايوه يا فندم. انتوا كنتوا في حقلكوا فين رستم امال؟ اين انا قايله له احكي له حواديته ما تسيبهوش خالص. انا طول عمري موعوده بالاغبياء واللي ما يفهمونيش. امال انا عامله الاعلانات دي كلها ليه؟ صرفه دم قلبي علشان الاعلانات دي كلها ليه؟ علشان اختار واحد. انا طول عمري كده كل ما اقول لحد حد فيكم اي حاجه اوامر يقول لي تمام يا فندم مظبوط يا فندم ويدلدل لي دماغه على صدره زي ما انت عامله كده اهوت. انا بختار انسان طويل وعريض وطوله مترين وعينين فنجله ليه؟ هطبخ فيهم. ولما اختار مساعد طباخ همتحنه انا بنفسي. ففي رستم وفي دوما وفي 20 واحد قاعدين بدون شغل. انا بختار انسان شريك لحياتي، انسان فيه كل الصفات اللي ما كانتش موجوده في الاولاني. زي الاولاني ما كان داخل على طمع وغش وخداع، ما كانش فاضل غير كلمتين في السياسه وكلمتين في الحب. عينيكي حلوه يا مدام اقول له انت عينيكي الاحلى، مناخيرك يا مدام اقول له مناخيرك احلى، بقك سنانك وهوب المحزون. انتي بتضحكي ليه زي العرسه كده يا انيسه؟ انا اسفه يا فندم. ايه المأذون يا فندم؟ مأذونه يا دي بقت بتضحك. ما ماشي خلاص ماشي يا انيسه. انا كمان مش عارفه ده كان متصربع على ايه. ده انا مليون واحد بيجروا ورايا. مش قدامك يا انيسه؟ قدامي يا فندم. انا اللي غلطانه يا انيسه، انا اللي غلطانه. كان لازم اخرج يعني واطلع فوق علشان اغير والبس زهريه الورد اللي انا لابساها ديت. كانش لازم ابدا كل ما اكبر سنه اتجنن اكتر يا انيسه. مش معقول كان لازم تقولي لي اهمدي يا مدام، ارتاحي شويه مدام في واحد عاجبك. بلاش يا مدام تغيري، ما انت زي القمر كلمتين من هنا كلمتين كنت قعدتي وسكتي وتقدمت. لكن انت قاعده ولا سكتم بكتم، بس تتكلمي بره مع الشغالين وجوه لكن معايا انا لا. قولي حاجه انتي بدل ما انت واقفه ساكته كده. هو اللي خلاكي تغيري يا فندم. انت مالك انت؟ انت مالك؟ كل حاجه محشوره فيا. حلي بقى عني شويه يا انيسه الخبيثه، حلي شويه. مش معقوله ابدا الحاجات اللي بتعملوها فيا دي. تعالي اما اقول لك، شفتيه طويل قد ايه؟ مش ممكن، مفيش طول بالشكل ده ابدا يا انيسه. انا عينت كتير مفيش ابدا. طوله مترين ونص وعينيه وحواجبه بيرقص لي حاجبه الشمال بدون داعي. حاجبه الشمال نازل ترقيص طالع ونازل الواد كان هيطلع يجنن. واد مين يا ست هاني؟ انت مالك انت؟ انت عارفه لو جه هنا دلوقتي هاخده من ايده كده اهوت واقول له بره. اهلا 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 استاذ مساعد طباخ بيه باشا. استنى اهلا. بصلي كده ليه؟ بصلي ليه؟ انت بتتوحمي عليا بسرعه. امشي. انا مستنيه الاوامر. يحطها لي بره. تحت امرك يا فندم. اهلا وسهلا فندم. انا اسف كنت دخلت المطبخ. لا ايه ده؟ ايه ده؟ انت مش الف الف مبروك. مبروك. حلوه الحديقه دي. الزهور جميله، الزهور لطيفه، الزهور حلوه والورد جميل. وان شاء الله كل الحياه تبقى جميله وبامبي وسلام عليكم. تعالى هنا. انا الحقيقه انا عايز اعتذر لك لان الاخ دوما ورستم حاولوا يعني مصدقك مصدقك من غير ما تقول ولا كلمه. الدرجه دي؟ ايوه طبعا. برضو اشكرك على الثقه وسلام عليكم. تعالى هنا لو سمحت بقى. كفايه كده دلع. دلع ايه؟ انت نسيت الكلام الجد ولا ايه؟ العقد. لا ده انا اللي اقول لك بقى نتكلم جد. امال ساعتك بتهزري وتقولي على جنب مفيش مانع، تقولي عاد اقول لك لا لا ومليون لا كمان. عاد ايه؟ لازم تعرفي انت بتكلمي مين. بكلم مين يعني؟ لا ارجوك ما تسخريش مني، شكلي غلبان غلبان لكن لازم تعرفي ان من جوايا بيه. بيه؟ ايوه ايوه يا بيه. ايوه يا بيه.
مش عارف اللي بيحصل هنا ده ليه. حاجة عادية واحد ناجح ناجح غش. لا ما افتكرش تقلل ليه من قيمتك مع انك عبقري. ده كفاية عليك اجابتك في سؤال الجمبري. شوف يا هانم مش متوظف مش شغال. مش شغال؟ اما صحيح لعب عيال يعني سكت معايا يا بيه. ايوه يا بيه ايوه يا بيه اي سؤال انا رد عليه. ايوه يا بيه ايوه يا بيه اي سؤال انا رد عليه. طب ممكن استقيل؟ برضو طلب جميل. موظف يستقيل من قبل ما يستلم. طب تستقيل من ايه وتيجي ازاي يا بيه؟ بصراحة الامتحان ما كانش في مستوايا، ده امتحان عيال. وجاوبت ليه عليه؟ مش كان من البداية تقدم اعتذار؟ أيوة يا بيه أيوة يا بيه أي سؤال أنا رد عليه. أيوة يا بيه أيوة يا بيه أي سؤال أنا رد عليه. بصراحة واحد جابني لحد هنا وسابني، هو اللي ضغط عليا مدي هو شوية. معقول؟ معقولة دي؟ واحد زيك يا بيه بينضغط عليه؟ امال فين الشخصية؟ قوليلها. ايه؟ قصدي قوليله ما هوش راضي بقليله، وقلت له السعادة ما هيش فلوس زيادة، مع ان اسمه سعيد لكن دماغه حديد. عيطني اعمل ايه؟ كنت تطبطب عليه. اطبطب؟ كنت تطبطب عليه. صراحة الصراحة اقولها لك بقى وانا متشوقة. انا راجل فيلسوف وعقلي كتير بيسرح بعيد حسب الظروف، يعني مثلا كده ممكن أنسى التقلية يوم كامل فوق النار، وخاف من النار عليا لو أسرح تمسك فيا وأنا شغال في الخضار. يرضيكي أروح ضحية؟ ما تخافش أنا مش أنانية، رايحة أمن عليك ضد النار والحريق والسرحان في الطريق وضد أي شيء بيأمنوا عليه. حاجة تانية يا بيه. طب ليه؟ ليه ده كله ليه؟ مالي وانا حرة فيه؟ لو ما اشتريش بيه راحتي يبقى عمل لي ايه؟ بصراحة انا الفيلسوفة بعد اذنك يا بيه. ايوه يا بيه ايوه يا بيه اي سؤال انا رد عليه. ايوه يا بيه ايوه يا بيه اي سؤال انا رد عليه. ايوه يا بيه ايوه يا بيه اي سؤال انا رد عليه. افتكر بعد كده مفيش اسئله بقى. هو شوف يا هانم، لعلم سعادتك بس انا سبت شغلتي في الحكومه مع انها كانت الشغله مرموقه، لان مناخير المدير بتاعي كانت فرده اوسع من فرده، واكثر من 10 اعمال اسيبهم لخلاف بيني وبين الناس اللي بشتغل معاهم. يعني اللي يعني اللي مرتشي واللي تقول مبادئ جامده. مبادئ هي اللي محكمه حياتي. طب دي حاجه عظيمه. عايزاني بعد العمر والكفاح المضني ده كله أيه. اجي اشتغل صبي عند واحد متخلف فكريا اسمه رستم يرضيكي؟ مين اللي قال لك انك هتشتغل عند رستم؟ طب بالعقل انا هاخد فلوس ليه؟ مش نظير عمل وشغل؟ عمل ايه وشغل ايه؟ يا ما اشتغلنا ويا ما شربنا ويا ما كلنا ويا ما سافرنا، خدنا ايه من ده كله غير وجع القلب وقله الراحه؟ اسمحيلي بس، امال ايه معنى الامتحانات اللي انا فيها من الصبح والجمبري والبعجل؟ بذمتك كده يا فيلسوف الغبره بقى ما تسمعني.
انا هختار مساعد طباخ فوق الاغبيه اللي قاعدين ملطوعين عندي ليه؟ قلت لك قبل كده ان انا عامله ريجيم قاسي. يعني ساعتك بتساليني؟ ده بعد اذنك يا بيه. وطلب مطلوب مني اجاوب؟ لو سمحت يا بيه. معلش اسمحي لي بكره اقول لك. تعالى هنا بقى فندم. انت زعلت مني ولا ايه؟ لا يا فندم، وانا ازعل منك ليه؟ ممكن تسمع حكايتي بقى؟ اتفضلي يا هاني. انا ساكنه هنا اهوت لوحدي. لوحدك؟ من مده طويله، من 5 سنين، في اخر حلوان، واخترت الفيلا دي مخصوص علشان اكون لوحدي خالص. مش عايزه حد يشوفني ولا اشوف حد، لاني زهقت من الحياه كلها. لوحدك؟ لوحدي، مكونه من 14 اوضه. 14 اوضه لوحدك؟ وانا وسعيده مش لاقيين اوضتين نقعد فيهم. وبعدين يا فندم؟ تصور حضرتك. ايوه. ساعات ببقى متلخبطه ومتضايقه جدا. وبعدين يا فندم؟ بلف البيت كله بلاقي نفسي لوحدي خالص. اه وبعدين يا فندم؟ ويايا بس الخدم والحشم. ايوه وبعدين يا فندم؟ رحت لدكاتره كتير قوي. ايوه. قالوا لي لازم يا نشوى هانم تشوفي لك حل. ها وبعدين يا فندم؟ ايه اللي وبعدين؟ وبعدين بقول لك، واحده عايشه لوحدها في 14 اوضه. أيوه. بيجي لها صداع. أيوه. اللي بتشتم وتنطر وبقيت. آه. عصبيه قوي. آه. يبقى ناقصها ايه؟ ده انت هو مفيش حاجه معينه ناقصاكي، انما من القصه اللي قلتيها يعني السبب باين. إيه؟ انت بتقولي عايشه لوحدك في 14 اوضه. أيوه. وده شيء غير طبيعي. الانسان اساسا مخلوق اجتماعي، خلق ليعيش في وسط جماعه. فانت كده خطر عليك وعلى صحتك العقليه يعني والانسانيه والنفسيه. تعالي ايش لوحدك ابدا. طيب. لازم ناس يعيشوا معاك. اي ناس ولا لهم ظروف برضه ولهم شروط؟ لا يا هانم، مدام ناس بقى لازم شروط، وشروط قاسيه جدا. زي ايه يعني؟ لازم ناس تعرفيهم ويعرفوكي، تثقي فيهم ويثقوا فيكي. أيوة. ناس يأنسوا اليكي وتأنسي اليهم. اهم من كده ناس يحبوكي وانت تحبيهم. هو ده، هو ده الشرط الاساسي اللي انا طالباه، ناس يحبوني واحبهم. هو ده الشرط اللي محدش قدر يفهمه اللي انا كاتباه في الاعلان. ده الشرط اللي هو ده الشرط. اه ده عايزه سكان. يا رب يا رب يا رب يفهمني يا رب. يا هانم اسمحي لي احيي ذكائك، لان دي فكره جديده ما حدش سبقك. طول اول ما شفتك على طول انك ذكي جدا. لا لا، ده انت اذكى. شكرا. لان دي طريقه جديده جدا ولا حد عملها. كل الاعلانات اللي بنشوفها يعني مستواها اقل من مستوى الذكاء. طب اسمحي لي بقى اطلب منك طلب صغنن باعتباري ناجح زي ما انت اصريتي. ها يعني تدينا اوضتين بلوازم بكام؟ لمين؟ ليه يا هانم؟ لا ليك انت ببلاش. شوف مفيش داعي ترجعي تتريقي عليا. لا بجد بلاش تتريقي على غلبي، مفيش حد بيدي حد حاجه ببلاش الزمان ده. انا هتجربني وتشوف. بس في كلام واخد ورد و ايوه معقول. الشروط دي بقى عايز اعرفها. الاول كده بقى. ايه الشروط دي بقى؟ يعني عايز اعرف يعني شروطك ايه؟ شروط ايه؟ لما نعمل سوا الاتفاقيه هدي لك الاوض اللي انت عايزها ومعاهم الجنينه يا سيدي. ايه ده؟ الله، هتسمحي لي ان انا اقعد واتجول في الجنينه؟ اتجول زي ما انت عايز. مش معقول، الجنينه بالنسبه لي حلم ذهبي. ده جو لطيف اقدر اكتب فيه الكتاب. خلص سيادتك قلت ايه؟ لا قول يا فندم. الجنينه ده جو ظريف اقدر اكتب فيه الكتاب. ومستعجل على ايه؟ ما لسه بدري. يعني لسه. انت بتتكلم جد؟ طبعا يا فندم. هتكتب الكتاب؟ لو جيت هنا فورا. انيس يا دوما رستم. ايوه رشدي، تعالوا لي حالا. خلاص انا لقيت اللي انا طالباه. خلاص انا حاجة